ما كبرت في عيالي، يا ما صغرت بشوات. واحنا في زمن مادي وكله دام الجيب خلاص مليان كده، خلصت الحسابات. يا ما قلبت اوجاع، يا ما غيرت اوضاع، يا ما رخصت غاليين، يا ما بينت انواع، يا ما فتحت ابواب، يا ما قفلت ابواب، يا ما خربت في بيوت، يا ما طمعت بياع. تجارة ايه اللي عميله اتوسع فيها؟ خلاص يا اسحاج، العمر ما بقاش فيه. انا افتكرتك هتقولي تعالى نسهر سهرة حلوة من بتوع زمان، ولا انت خلاص كبرت وناوي تترهبن؟ ها؟ لا بقول لك ايه رايك لو نسافر لبنان؟ ايوه، بلد جميله وحلوه واهلها ناس طيبين. ايوه بقول لك ايه، اهل لبنان يدوروا على السعاده بمنجاش، مش احنا ندور على النكد. ليلة مطينة على دماغك. اقفل، لحسن الظهر النكد بينط ويفط نيلك. سلام يا اخوي، سلام. هو انا مش قلت 100 مرة محدش يعتب المطبخ ولا يمد ايده على لقمة ولا معون الا ما يشاورني ويستاذن الاول؟ يوه جعانة اموت من الجوع يعني؟
ولا كل ما نفسي تهفني على لجمه لازم اخد الاذن؟ ايوه هو كده، يا تاخدي الاذن يا تموتي. اها تفكرها ذكيه ميغه بلاص، مش هتسحبي منه لحد ما يخلص. لا لا دي مش عيشه، دي ده سجن مؤبد. انا ايه اللي يجبرني على كده؟ انا اخد حالي ومحتالي واروح لبيت ابوي، عايش معززه مكرمه ست الستات. ده البيت ده يا ساتر بتعدوا على الواحد اللجمه؟ ايش حال ما كنتش مرت ولدك كنت عملتي فيا ايه؟ خبر ايه؟ حصل يا جبريل؟ مفيش حوارات حريم واطيه، مالكش صالح انت. الحقني الحقني يا عمي، عايزه تجوعني. ان شاء الله ياكلك عفريت ما يخلي فيكي. ايه يا بت احنا جايبينك نعلفك هنا. مش كده يا جبريه؟ على رايك حتى الكلام خساره فيها، ارض بور لا بتنزرع ولا بتطرح. وهو بيدي؟ امال بيدي مين؟ انا ان كان علي عايزه اروح للحكيم النهارده قبل بكره عشان تبطلي ظلم وافترى. مش كده يا نادي؟ عيب. اه العيب عندي، امال ايه؟ بس انا عارفه انت بتكرهيني ليه، عارفه انت مش طايقاني ليه. ليه يا برنسيسه؟ عشان عمتي كريمه طول عمرك لا بتحبيها ولا بتطيقيها، ومن يوم ما اتجوزت عم عبد الله وانت كده. طب ورحمه امك؟ لا ناس تمشي على نفوخك ونفوخ اللي جابوكي. يا جبريه مش كده. شاهد يا عمي عشان بعد كده ما حدش يلومني. البنت دي لازم تتطلق. حاضر. لا وزي كل نوبة، شوف مروان فين خدوا على المأذون يطلقها وما تباتش الليلة في البيت. أقول لك أنا هطخها طلقة أجيب أجلها وندفنها هنا في البيت، ولا من شف ولا من دير. يا ريت. أنت بتتفرج عليا؟ أنت عايز إيه السعادة؟ عايز أشوف وادلي الكبير اللي هيبقى مسؤول عن العيلة بعدك، ولا أنت معيسش؟ دي ما بقالهاش سنة يا جبرية. كان زمانها حبلت وولدت وحبلت تاني. انت ما بتحبهاش يا جبرية؟ احبها لما تجيب لي الوقت. ماشي انا هاخدها للدكتور. خسارة الفلوس، ما الفولة باينة. انت عايزة ايه دلوقتي؟ يتجوز غيرها وبيت تكون نجوت ايدي، ان ما حبلت من اول اسبوع ما بقاش انا. ماشي خدي رأي مروان، إيه؟ ولو وافق يتجوز إن شاء الله أربعة، ما عنديش مانع. عايزة حاجة تاني؟ عملت إيه في موضوع عبد الله؟ موضوع إيه؟ ليه يا عبد الحكيم عاوز تموتني نقص عمر؟ خبري ولا أنت مستني كريمة وبناتها يحطوا علينا؟ يقولوا لنا فين اللي لينا ويقعدوا يحاسبونا؟ انت يا ولية مخك ده ما بيهمتش. اسمع كلامي، انا عارفه مرت اخوك دي مستنيه اليوم اللي تيجي تقول لنا فيه انا ليا كد اللي ليكوا 10 مرات. ما تقدرش، انا واخويا متفقين. صح انتوا متفقين، لكن هي عقربه والعينه اهي قدامك. ناديه دي مش بنت اخوها؟ شوف لسانها ترد عليا الكلمه بكلمتها، تتكلم بالعين والحاجب. حسبي الله ونعم الوكيل. انت اللي صممت تتجوزها مروان، وانا كنت اقول له قلبي كان حاسس باللي هيحصل. انت رايح فين؟ عندي معاد. مع اسحاق؟ لكن تراعي حالك ومالك. لا مفيش. شوف يا جبريه، المال مالي والتجارة بتاعتي ومحدش له عندي حاجة. صح، بس كل حاجة لازم تكون بالورقة والقلم. كله مكتوب بالورقة والقلم. طب ما تقولي عشان أفرح وأدعي لك بدل ما أدعي عليك. ادعي لي اللي 100 سنة جاية كل حاجة عندي. خلاص ايه؟ خلاص يا أم الرجالة. يلا يا مري، هو ناوي يعيش 100 سنة جاية؟
على فين يا شهد؟ خارجة يا ماما، رايحة قبل عزت. تقابل عزت؟ ليه؟ كده هو بتقول لي في وشي من غير خشة وفي وقت زي ده رح تقابليه هو كان من بقية عيلتنا؟ يا ماما أنا وهو متفقين على الجواز. متفقين على إيه يا بردة أنتِ؟ يا بنت هو كان جالنا والعبرنا ولا قاعد مع أبوكي وياخد ويدي معاه في الكلام وأبوكي يعرف ميته إيه؟ يا ماما يا حبيبتي أنا اللي قلت له مش وقته. ليه يا حبيبتي؟ مش هنلاقي لجهازك؟ مفيش فلوس للجهاز؟ تعبيت يا بنت. يا ماما يا ماما أصل هي يعني ست شهد لسه مش عارفة حقيقة مشاعرها اتجاهه. مش إيه؟ مشاعر إيه؟ حقيقة مشاعرها يا ماما. مشاعرها. طب وحياة مشاعرك يا أختي؟ لا أنت داخلة أوضتك ومفيش خروج. يا ماما يا ماما إيه؟ قلت مفيش خروج يعني مفيش خروج؟ امشي على أوضتك. يا ماما ما ينفعش كده، أنا اديته ميعاد وما ينفعش أتأخر على ميعادي أبداً، ما يصحش كده. يا سلام. اسمعي بقى، مفيش خروج غير لما أعرف إيه حكاية مشاعرك دي. عاجبك كده يا ست هانم؟ هو أنا عملت إيه؟ وأنت عايزاني يعني أسيب ماما كده مش فاهمة حاجة وعلى عماها؟ عامة مين يا بنت أنت كمان؟ مش قصدي يا كراميلا، أنا كل اللي قصدي يعني إن أنت لازم تبقي عارفة كل حاجة عن بناتك ولا إيه؟ يا ماما يا حبيبتي، أنا فعلاً حاسة إن أنا قريبة من عزت، بس هو يعني فيه شوية حاجات كده مش واضحة. نعم يا أختي؟ فأنا بقى حطيته تحت الاختبار علشان أعرف بقى إذا كان مناسب ليا ولا لأ. تحت إيه يا أختي؟ يا ماما يا حبيبتي، أنا مش عارفة أوصف لك إزاي يعني، بس هي حاجات كده خاصة بمشاعري. طب يلا على أوضتك. يلا على أوضتك وما أشوفش وشك. يا ماما دي مش طريقة، على فكرة دي اسمها الديكتاتورية، ولا لما يجي بابا هقول له. أنا موافقة يا بنت عبد الله، قولي له أمي جابتني من شهري وقالت لي كمان حاجة مهمة قوي، من بكرة مفيش شغل وهتقعدي في البيت ده تكنسي وتمسحي وتطبخي وتنظفي، سمعتي ولا ما سمعتيش؟ على فكرة مش هينفع كده أبداً. غوري في داهية، داهية تاخدك فورتي دمي. بنات مايسة والله العظيم يا ماما. اختشي يا بت، ما تقوليش كده على أختك، فوري الدم على الميسة البت. لا، معاش ولا كان اللي فور دمك يا كراميلا. بقولك ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ انتي ما شاء الله عليكي النهارده محلوه كده. كنت يعني عايزه فلوس. عيني من عيني كده طلعها واديها لك يا طيبه يا هاديه. عايزه كام؟ عايزه خمسه. تخمسي في وشي يا بت؟ لا والله يا كراميلا ما قصدي. خمسه ايه؟ خمسه جنيه؟ وفي حاجه اسمها خمسه جنيه؟ عايزه ايه يعني 50 جنيه؟ في ايه يا ماما؟ ما فيش حاجه اسمها 5000 جنيه؟ 5000 جنيه؟ هتعملي بيهم ايه؟ هتتجوزي ترخله وتجيبي له الجهاز؟ جهاز؟ لا بس انا يعني يا ماما يعني والله العظيم في شنطه عجباني وهموت عليها. شنطه ب 5000 جنيه يا بنت المقشفه؟ شنطه ب 5000 جنيه؟ يا بنت ده انا الشنط اللي عندي كلها ما يعملوش 2000 جنيه. في ايه يا ماما؟ في ايه؟ هو احنا فقراء يعني؟ لا يا رحمك مش فقراء، احنا اغنياء قوي معانا فلوس قد كده. بس بطريقتكوا دي ان شاء الله هنبقى فقرة ونشحت يا بنت المهبوشة. ضربة تاخدك. ايه ده؟ في ايه؟ بنات اتجننت ولا اتحبشت مخها ولا ايه؟ عيشة بقت تقرف. خير؟ في ايه؟ امك دي هتجنني على فكرة. ايه اللي حصل؟ انا غلطانة، كنت دخلت على بابا وقلت له انا عايزة فلوس، كان هيديني على طول على فكرة من غير ما يقعد يرغي ويقعد يقول لي مش عارف ايه، اصلي مش عارف ايه. انما امك اعوذ بالله يا شيخ. بنت انتي مستفزه بصراحه. مستفزه؟ مستفزه ليه ان شاء الله؟ هو انا طلبت حاجه غريبه؟ انتي طلبتي منها ايه؟ 5000 جنيه يا اختي، عايزه اشتري شنطه نفسي فيها. يا نهار اسود، انتي عارفه لو عرفت ان انتي جبتي جزمه ب 4000 جنيه هتعمل فيكي ايه؟ انا ما قلتلهاش على فكره. قولي لها. ربي هي بقت كده؟ في ايه؟ والله العظيم انا ما كنتش اقصد. انا قلت لهم عشان يعرفوا بقى الحكايه ونخلص وتتجوزي. وحياه امك. لا عيب. والله العظيم يا شهد عيب، عيب لما تبقي محامية محترمة كده وتقولي وحياة أمك. إيه هتمدي إيدك ولا إيه؟ أمدي إيدي. شهد لا بقول لكم إيه؟ بس الاتنين هيتخانقوا، روحوا أشوف لكم حتة تانية، أنا عندي صداع مش قادرة. يلا يا ماما. أيوة صح. يلا يلا. قرف ده. اتأخرت قوي كده ليه يا عبد الله؟ وبعدين تليفونك مقفول على طول. كريمة. أنا تعبان ومش محتاج أسمع أي كلمة دلوقتي. إيه حاسس بإيه؟ جيب لك الدكتور؟ لا دكتور ولا حاجة. أنا بس عايز أقعد مع نفسي شوية.
طيب ايه رايك في فنجان قهوه كده يظبط دماغك؟ يا ريت يا كريم. كريمه. نعم. القهوه تعمليها بيدك. عينيا الاثنين. ما تخليش حد يجيبها لنا انت. حاضر. يا ترى فيك ايه يا عبد الله؟ شكلك مش مظبوط. أنا جاي. أحلى قهوة لأحلى عبد الله. والله العظيم ثلاثة يا عبد الله. ما في ست في مصر تعرف تعمل فنجان قهوة زي اللي أنا بعمله ده. ريحة القهوة من يدك يا كريمة تحسسني إني ملك. طب ما أنت ملك من غير كلام. ملك على قلب كريمة. ما فيش أحلى من إن الواحد يبقى ملك على قلب ست الحسن والجمال. ايوه ايوه ايوه، خدني تحت بطك، خدني وعن الوجود وابعدني. فيها يا كريم؟ مالك؟ يا سلام. طيب اسيبك مع حبيبتي القلب، ولو عوزتني يبقى اندهلي. اقعد يا كريم، اقعد، خليك قاعده. طب مش هتقول لي مالك؟ مالك يا كريم؟ أنا كويس الحمد لله. طيب عملت إيه مع شريك الغبرة اللي أنت كنت عنده ده؟ مش أنا قلت لك يا عبد الله الناس دي وحشة ونصابين، والله العظيم بيبان في عينيهم. الحق نفسك يا أخويا قبل ما رجلك تيجي في الخية. قدر يا كريم، قدر. لا لا مؤاخذة يعني يا عبد الله، هو مش قدر، هو نشفي الدماغ. انت نشفت دماغك ورحت لهم. كملنا، ما احنا كنا زي الفل وماشيين كويس وشغلنا كويس والاشياء معدن والحمد لله. اسمع كلامي واخلع من الناس دي بدل ما تروح بلاش. اخلع؟ يا ريت يا كريم. يا ريت؟ يعني ايه يا ريت؟ في ايه يا عبد الله؟ ما تتكلم وغوشني. طلع زي ما قلتي. ايه؟ سرقك؟ سرقني؟ يا ريت سرقني بس يا كريم. ده سرقني ودبسني. يا لهوي يا ليلة سودة يا ليلة سودة. انا ما برضاش اتحدث معاكي عشان الجوتين دول يا كريم. اهو مش هتكلم خالص، مش هفتح بقي، بس قول لي ايه اللي حصل بسرعة. ايه يا مروان؟ واقف لحالك ليه كده؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة؟ تلاقيك طفشان من عراك امك ومراتك. لا يا عمتي، تعبت من الشغل بس. طب انا عايزة اقول لك على حاجة، بس ما عايزاكش تزعل مني. صراحة
انا ما اعرفش انت ليه اتجوزت البت اللي عامله زي الفرخ المبلول دي. فرخ مبلول ايه يا عمتي؟ دي مراتي وانا بحبها. حب ايه وزفت ايه؟ فرق بينك وبينها كبير. ده انت مروان بيه، عارف يعني ايه بيه؟ يعني كان لازم ان تاخد بنت متعلمه ومتنوره واحسن منها مليون مره. ما هي متعلمه ايه كمان؟ متعلمه ايه؟ معاها ثانويه عامه؟ ايه ثانويه عامه دي؟ لكن انت خريج جامعه. تعرفي انه مجموعها كان اكبر من مجموعي. وايه يعني؟ عمتي قولي لي انت عايزه ايه؟ من غير لف ودورانك ده؟ انت تعرفي باللف والدوران؟ انا الصراحه عايزك تتجوز. ايوه اسمع مني يا واد، نجيلك بنت حلوه كده تليق بمقامك. صدقني يا مروان، احلى حاجه في الدنيا دي العيال. تجيب عيل كده يملى عليك البيت، يحبك وياخدك في حضنه، عيل من دمك يبقى سندك يبقى ظهرك وتتعكز عليه لما تكبر. صدقني يا مروان، انا عمتك واحبك واخاف عليك، احبك اكتر من امك كمان. عارف يا عمتي عارف، هي صحيح امي شالتني في بطنها 9 شهور. لا 7. سبعة يا عمتي 7، بس انت اللي ربيتيني، انت في مقام امي. حبيب قلب عمتك يا واد، البت ناديه دي ما كان ليكش فيها صدقني. وبعدين ايه يعني غلط لازم انت تعيش عمرك يعني ما تصلحش الغلط ده؟ يا واد لازم انت تتجوز، اسمع كلامي. حاضر يا عمتي، دلوقتي عايز كوبايه شاي. طيب طيب يا حبيب عمتك. يعني ايه؟ خد اللي وراك واللي قدامك؟ والبضاعة اللي جاية كمان لازم ادفع عشان اخلصها. طب ما تدفع وتخلصها. ادفع منين يا كريم؟ هو شطبك على الاخر يا عبد الله؟ على الاخر يا كريم، ما خلاش حلك ولا مليم. طيب خد قرض من البنك. لسه بس ده القرض الاولاني، اخد قرض تاني. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ والله ما عارف، حاسس ان دماغي هتتشل. انا عندي حل يا عبد الله. الحقيني بيه يا كريم. اخوك عبد الحكيم. عبد الحكيم بس اسمعني للاخر وبعد كده قول اللي انت عايزه. انت ليك قد اللي يا عبد الله، وابوك الله يرحمه سايب كتير مش شويه، وفدان واحد بس، فدان واحد يا عبد الله يفك الازمه اللي انت فيها دي. ايوه بس اسمعني اسمعني ما تقطعنيش. وان كان عليا انا والبنات مش عايزين حاجه، ده حقك ولا مش حقك؟ الحقيقه هو حقي بس خلاص. هو بقى يخلي في وشه شويه دم ويقف جنبك في الازمه اللي انت فيها دي؟ ها قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. انت عندك حاجه كريم، انا بكره اسافر لعب حكيم واتكلم معاه. رجلي على رجلك يا عبد الله. لا خليك انت المره الثانيه تكون ظروف غير دي. تبقى خايف منه؟ يا كريم خايف من ايه؟ اقول لك عبد حكيم كل ما يشوفني يقول لي تعالى نقعد نصفي حالنا، وانا اقول له لا مش وقت. يا سلام، عيني في عينك كده يا عبد الله. يا كريمه زي ما بقول لك كده، وبعدين ما انت عارفه سلوى بلادنا، وعارفه ان انا لو عزت اي حاجه هاخدها في اي وقت. بس يعني انا هروح اظبط الامور مع ابو حكيم، وانت ادعي لنا. ربنا يوفقك ويحنن قلبه عليك. اهم حاجه ما تزعلش نفسك. هكدب عليك لو قلت لك اني مش زعلان. انا كنت حموده كريمه، بس ربنا هو اللي مقويني. بعد الشر، الف بعد الشر، ما تقولش كده. انت اللي بتعمل فلوس يا عبد الله، والفلوس بتروح وتيجي. ما تبقى فلوس يا كريمه، انما اللي راح ده شجع عمري كله. الحلو والسكر حاطط يده على خده ليه؟ متضايقة وهطج من جنابي. سلامة جنابك. احنا
احنا لازم نخلعه من البيت ده. انا ما طايقاش اقعد هنه دقيقه واحده، وكمان انا عاوز اكمل علامي. وماله؟ انا ياما اتحايلت عليكي. خلاص يبقى نروح نعيشه في مصر. ما ينفعش. ليه؟ ليه ما ينفعش؟ انت لو فتحت مكتب في مصر اسمك هينور يبقى على كل لسان. انت هنه دافن نفسك، وكمان انت مالكش في الشغل اللي الحاج شغال فيه. ما تخلطيش الامور على بعض يا ناديه. والله العظيم زي ما بقول لك كده، تعرف انا حاسه اننا لو طلعنا من البيت ده هنخلف دسته عيال. هو البيت هو السبب؟ ايوه بصراحه انا على طول مخنوقه ونفسي مش جايباني، وحاسه اني مش واخده حريتي، وامك واختك لو طالوا يرموني في الترعه هيعملوها. الكلام اللي يزعل. زي ما بقول لك كده. طب ايه رايك نغير السيره؟ لا انت لازم تشوف لي حل. حل؟ عارفه ايه الحل؟ قول. اسمعوا الكلام اللي بيتقال ونضحك بس. هو انت خسران حاجه؟ هو انت اللي بتتهزق ولا يتحرق دمك؟ يا حبيبه عمري، اي حد يقول لك كلمه تكون زي السهم في قلبي. سلامه قلبك. كني يا اخويا بالكلمتين دول. طب اسمعي، احنا هنقول ان هنزور دار عمي ونتدلى مصر ونروح عند الدكتور، وبعد كده هفسحك. طب والجامعه؟ والجامعه اعملي اللي انت عايزاه. ايه رايك؟ كلامك حلو، بس برضو امك ما هتشنيش من راسها. خلاص اسمعي، توحشتك قوي، تعالي في باطل، تعالي. ونجوى بنتك كويسة؟ طمنت عليها؟ ايوه يا سيدي، خلفت التوأم، بقيت جد خلاص. اما انت راجل ناقص صحيح. اهي دي بقى كان لازم يبقى فيها فتة ولحمة للبلد كلها. ليه فتة ولحمة للبلد كلها؟ وبعدين احنا ما عندناش حكاية الفتة واللحمة دي. دي عندكم انتوا. يا باي عليك. على العموم اذا كان عليك انت مقدور عليه. عملت ايه؟ ايه اللي عملت ايه؟ مكان انما ايه؟ عسل، بس عايز له على الاقل 3 4 ايام، بس ما نكونش لوحدينا. حلو، ظبط الموضوع. بص احنا نسافر، وهناك الدنيا هتفتح معانا. ايه؟ بعد فورمة الساحل اللي انت عاملها دي النسوان علينا هتبقى زي الرز يا حسن. ابوك حسن. ماله؟ جاي علينا حسن. هبلد عليك يا عبد الحكيم يا اخوي. بقول لك ماليش نفس، زهقان. زهقان من ايه يا مان؟ من البيت. طب ما تسافر. اسافر ايه بس يا سعيد؟ بقول لك زهقان. طيب ماشي، ما انا بقول لك سافر يا عبد الحكيم. اوه السلام عليك يا رجاله. زهقان زهقان. ايوه قول عاد انك انت عاوز تغير الفرش. يا ريت كان ينفع، يا ريت. لو كنت عايز اغير كنت غيرت من زمان، مش من دلوقتي. لا هو ده وقتها وزياده. زمان ما كنتش فاضي، كان وراك الشغل وترتيب الحسابات وتربيه العيال، انما انت دلوقتي عزوه، وعلى الاقل تعيش سلطان زمانك. عارف انا لو منك أنقي بنت حلوة نغشة كده تدلعني اللي فاضل من عمري. ومستني إيه؟ ما تعملها. يا ريت يا ريت يا عبد الحكيم يا أخوي، بس طول ما الولية الفجرية دي في البيت أنا محبوس في زنزانة انفرادي. وأنت كمان عندك فجرية في البيت. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. أهلا أهلا أهلا، يا رب تكونوا اتبسطتوا. أبدا والله، دي كانت سفرية ما يعلم بيها إلا ربنا. سفرية ما يعلم بيها إلا ربنا إيه؟ دي كانت سفرية زي الفل ما تصدقهاش خالص. اسكت أنت، ما تنطقش خالص. ما تخافيش، مش هحسدك يا حلوة يا جميلة. مش قلت لك حضري الفطور؟ جاي تعمل إيه؟ ما أنا بحضره، ما أنا بعمل إيه؟ طب يلا روحي. مش لما أشوف شمس جايبة لي إيه؟
ما جايباش حاجة، احنا يا دوب ركبنا الأوتوبيس من هنا واتسرقنا من هنا. اتسرقتوا تقوموا تقعدوا 10 أيام؟ أمال لما كنتوش اتسرقتوا كنتوا قعدتوا كديه؟ تعالي حبيبت أمي تعالي احكيلي وصدتوا. شايفة يا أمي البت وعمايلها، أنا لو جرالي حاجة هتبقى هي السبب. حرام عليك، انت مش بتقولين دي حبيبتك وصاحبتك؟ انت بتقول ايه؟ عمرها ما كانت صاحبتها. انا مش جايله لك ومفهماك ما تنطقش ولا تقول حاجه خالص. احنا ناقصين عين، ودي عينها ايه؟ مش اي عين، بومه يا ساتر يا رب. ومن شر حاسد اذا حاسد. يلا حبيبتي خدي جوزك واطلعوا على فوق وانا هحرك شويه ملح. حاضر يا امي. قدامي حبيبتي يا امي. ماشي يا نادية، إن ما ولعت فيكي. شكل الجيبك انت خلصت اللي خدته؟ بقول لك ايه، مش عايز كلام كتير. ليه؟ هسافر. ابوك عارف؟ ابوك مش هيقول حاجة، ده ما هيصدق يريح دماغه مني. قول له الاول ده انت ساحب فلوس كتير. يعني هي الفلوس هتخلص؟ يا عم هات خلينا نعيش. هتروح فين وهتصرفهم في ايه؟ خليك انت قاعد كده شاغل بالك بالتجارة والبيت وامك ومرتك وحابس نفسك في مشاكلهم. انا لو منك اكون سلطان زماني، امير والتجواري تحت رجلي. اه والله. اه والله انت اخرتك هتكون زفت ان شاء الله. وفك اللي في الاخرة من دلوك. اقول لك سيبك من اللي انت فيه ده واطلع معايا الطلعة دي، وانا والله هخليك ترجع ايه مروج اخر روجان. على فين؟ تعالى بس وهظبطك. لا يا سيدي، انا لو هسافر مش هسافر مع واحد زيك فاجد. خد روج وسيبني انا في الهم. سلام. مش هتقول لابوك؟ لا هقول له ايه؟ أبوك بعد النفسين بتوع امبارح مش هيقوم إلا على الظهر. أكون أنا وصلت. ابقى أنت بلغه. سلام. سلام. أي مش تحاسب يا حسن؟ أنت عطول مستعجل كده؟ لا مستعجل إيه؟ أنا كنت داخل أصلا مش طالع. قعد. ماشي. أنا جاي عشان أشتكي لك. خير يا ست فريدة؟ في إيه؟ لا مش خير. واه مش هتقولي تشربي حاجة تاكلي حاجة؟ ايه البخل ده؟ مش حال انك اغنى واحد في الناحية كلها. تشربي ايه يا ست فريدة؟ لا من غير نفس ملهاش لازمة. قصره. انا جاي اقول لك عيب اللي ابوك بيعمله ده. انا مش عايزة ابيع الارض. وبلاش كل يوم والتاني يشد لي واحد يكلمني وياخد ويدي معاي. وبلاش التهديد والوعيد ده. انا ست وحدانية ايوه. بس بميت راجل. وارضي عندي بالدنيا كلها. مش انتوا بس اللي اكابر، انا كمان هانم. وما يغركش جلبية والطرحة السودة دي، مصيرك تشوف وتعرف. سلام. رجعنا تاني للموال ده. موال ايه على الصبح يا جبرية؟ نروح مصر كل شوية ونقعدوا فيها بالايام. مش هتاخر الصبح ان شاء الله اكون عندك. بشوقك يا عبد الحكيم. أنا بس بقول لك قلبي مش مرتاح، وخراب البيت على دين إسحاق ده. في وأنا أول مرة أنزل مصر، كل ده عشان الشغل. شغل؟ لو شغل كنت عرفت كان مروان قال لي. إيه ده؟ أنت مشغلة مروان عشان ينقل لك الأخبار؟ وماله؟ ولدي حبيبي خايف عليا وعلى مالك وعلى البيت ده اللي عملناه بتعبنا وعرقنا. طيب خلي بقى هو اللي يقول لك. استنى عندك خبر ايه؟ واخد في وشك وماشي، ما تقول لي هتعمل ايه في مصر؟ انا بفكر اشتري فيلا في مصر. النبي صح، كنت عاملها لك مفاجأة. هنعيش في مصر؟ طب شوف اما اقول لا انا ما عايزاش فيلا،
أنا عايزة قصر سراية الملك عشان اللي ما تتسماش لما تشوفها تتجهر وتجيلها سكتة وإن شاء الله تموت. مين اللي ما تتسماش؟ مرت أخوك يا حلو. أنت يا حيل، يعني أنت عايزاني أشتري فيلا في مصر عشان تكيدي مرت أخويا؟ تهبلي يا بيت. لا يا حبيبي، خلي أنت عليك الشراء وخلي الكيد علي أنا. يلا يا حبيبي بألف سلامة، والقلب دعيلك، وإن شاء الله ترجع مصبور الخاطر ومعاك العقد. دعيلي. ربنا معاك. دعيلي يا شبريه. ربنا يقويك على اللي انت فيه.